أكد مستفيدون من برنامج إرادة أنهم بدأوا الاستفادة من مشاريعهم الإنتاجية بزيادة دخلهم، وعرض عدد من المستفيدين في محافظات مادبة والكرك والطفيلة إضافة إلى معان والعقبة 90 مشروعا إنتاجيا خلال معرض إقليم الجنوب الثالث لمنتجات مشاريع إرادة للعام 2019 الذي أقيم بمحافظة العقبة. المشاركون أكدوا أنهم تلقوا دورات تدريبية من خلال برنامج إرادة ساهمت في تحسين قدراتهم وتطوير مشاريعهم الإنتاجية الغذائية والحرفية، وساهم برنامج إرادة منذ إطلاقه في العام 2002 في تأسيس أكثر من 11,000 مشروع صغير ومتوسط و 3,470 مشروعا منزليا حققت ما يزيد عن 35,000 فرصة عمل. أنا بلشت أول شيء حضرت عندهم دورات إنتاجية بالرسم، بعدين نميت فكرة الحرق على الخشب أو الرسم على الخشب، صرت أعطي، سجلت مع إرادة بإني أصير مدرب عندهم، أتقنت هاي الشغلة، صرت أنتج منها وأطلع ببازارات، يعني إيجاد مصدر رزق أو مصدر دخل آخر. أخذت دورة القش اللي هو الحلفة في مركز إرادة في غور صافي، والحمد لله رب العالمين قدرت انا اني انا اطبق من نفسي يعني باشكال ثانيه، يعني اخترع هيك اشكال تيجي على بالي واعملها، والحمد لله الموضوع مش مكلف كثير، قدرت اني انا مثلا اني انا اطبق من نفسي واجيب دخل لاسرتي. يعني